الصوفية في بلادنا يعتقدون أن الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن هناك أولياء خصهم الله وأعلمهم بعض الأمور الغيبية بمنزلتهم عند الله، فهل هذا صحيح؟ هذا كذب، ما هو صحيح. هم مثل غيرهم من بني آدم، مثل غيرهم من بني آدم لا يعلمون الغيب. الرسول يقول الله في حقه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نعم.